موضوع عنده أهمية قصوى تم تناوله أمس بحضور السيد وزير التربية الوطنية، واللي مع الأسف ما قدرناش نحضروا معاه بسبب ما حدث ترافعا منا على الطلبة ديال الطب وانسحبنا، إلا أن الموضوع نظرا لأهميته لابد ما نتحدثوا فيه، وهو موضوع ديال الهدر المدرسي اللي كنلاحظوا بأنه في تصاعد، الأرقام ديالو في تصاعد، علما بأن الحكومة والاستراتيجية ديال الوزارة هي مسجلة بين الأهداف ديالها الاستراتيجية أنها خاصها تنزل ثلث ديال الهدر المدرسي في أفق 2026، حنا على أبواب 2026 والهدر المدرسي في تصاعد، وهذا أيضا إذا رجعنا للنموذج التنموي الجديد تنزيل ديالو في هذا الإطار ديال التربية الوطنية، وأيضا التفعيل ديال قانون الإطار 1751، كل هادو ما كنلقاوهمش في أرض الواقع مع هذه الوزارة في ظل الكارثة اللي يقدروا يسموها ديال التوقف ديال الدراسة ديال حوالي 4 أشهر واللي لا يمكن انها تلحق ويداروا امتحانات في الوقت ديالها العادي، كيف شفنا بان البكالوريا دازت في الوقت العادي ديالها. حنا كنتمنوا كنهنوا التلاميذ اللي نجحوا، كنتمنوا التوفيق اللي ما نجحوش، ولكن كنقولوا بانه لا يمكن تعويض 4 شهور ديال التوقف ديال الدراسه من المقررات ومن الفروض ومن الضخامه ديال المواضيع اللي كاين في المستوى ديال البكالوريا في جميع المواد سواء الشعب العلميه والشعب الادبيه وديال الاقتصاد، ولكن في الاخر كنتفاجئوا بأن النتائج ديال هذه السنة أحسن من النتائج ديال السنة الماضية. هذا ما يمكنش يكون إلا مع هذه الحكومة، لأننا ما بقينا كنفهموا معها حتى شي حاجة. إذا كنعاودوا نذكروا بأن الهدر المدرسي هو في تصاعد، وكانت هذه الحكومة كانت من بين دابا ولات من بين العوامل ديال الهدر المدرسي من كتوقف الدراسة 4 شهور. ماذا يمكن يحدث لهذ التلاميذ خاصة في العالم القروي، خاصة التلاميذ اللي عندهم الهشاشة، خاصة التلاميذ اللي عندهم صعوبة، وخاصة التلاميذ اللي غادي تخوفوا من أن يكملوا السنة الدراسية وأرجعوا أو أوقفوا دراستهم للسنة. يعني كنقولوا بأن الاستهتار ديال الحكومة عوض ما أنها تخدم الأهداف ديالها ديال تهبط لهذا الدراسي ساهمت فيه. إحنا كنهضروا دابا على الموسم المقبل 2024-2025، الموسم المقبل أيضا مهدد. لماذا؟ لأن عندنا نقص في الموارد البشرية، عندنا بعد الأساتذة الموقوفين ما زال المشكل ديالهم قائم، ونترحم على الاستاذ ديال اللي في تارودانت اللي توفى وهو استاذ موقوف، وكان نقدموا العزاء للعائله ديالو. هاد الاساتذه الموقوفين بعد كل هذا النضال وهذا الكلام كله اللي تقال في هذا الملف بانه صافي سيطوى، فاذا بنا كنلقاو باقي واحد الفئه موقوفه، علما بان عندنا خصاص. اذا السنه المقبله عندنا خصاص في الموارد البشريه، عندنا بنيات اللي مازال ما خرجت الى حيز الوجود اللي خصها تكون، غادي يكون عندنا اكتظاظ، غادي يكون عندنا الاقسام المشتركه اللي مازالت عندنا احنا في بلادنا، اقسام مشتركه ديال مستويات مختلطه. كيفاش غيكون فينا هي هذه الجوده؟ فينا هو هذا الابتكار؟ فينا هي هذه الكفاءه؟ فينا هي هذه الرياده اللي كيتحدث عليها الوزير؟ راه ما يمكنش نديروا غير ديزيشونتيون ونخدموا معاهم. حنا راه بغينا مدرسه عموميه تزيد لقدام، ماشي ترجع للور تخوفوا منها الناس. حد كنقولوا الناس اللي ناجحين في البكالوريا كيفاش غتكون النفسيه ديال دوك اللي غيمشيو يدوزوا امتحان ديال الطب والطلبه ديال الطب باقيين في الشارع؟ بل اعلنوا عن اسبوع ديال الغضب، انك توصل طالب انه واللي هو غادي تخرج قريب يتخرج، انك توصلوا انه يوصل الغضب، وهم هما والعائلات ديالهم الناس كلهم معارف ديالهم كيتاسفوا وكنتاسفوا معهم ان الحكومه لم تتفاعل وعاودت نفس الخطا اللي دارته مع نساء ورجال التعليم تديروا مع الطلبه. والطلبه هي واحد الفئه اللي خصنا نعتنيو بها. وشكون اللي كيمشي للطب؟ كيمشيو الطلبه اللي هما كيديروا معاناه كبيره سواء في الجانب المادي او في الجانب المعرفي باش يتخرجوا. حنا الطلبه عوالين عليهم باش ينزلوا لنا البرامج ديال الحمايه الاجتماعيه اللي هي اوراش ملكيه، واللي خاصنا نوفروا لها جميع البنيات وجميع الموارد من كل جانب باش ننزلوها، باش المواطن يحس بان التوجهات الملكيه الحكومه كتنفذها. هذا الموضوع ديال الطب ايضا هو ماشي ديال الحكومه، هذا موضوع ديال البلاد. خاص الحكومه تسربي تلقى لي الحل وما توصلش الدراري للسنه البيضاء اللي هما على بضع امتار من هذه السنه البيضاء الى ما لحقوش هذا الموضوع.
كنقول ايضا بان الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي كاين معاناة ديال الفتيات اللي كينجحوا ولكن ما كيلقاوش البنيات اللي كيحتويهم باش يمشيو يقراو في دور الطالبة ولا في داخليات وما كيلقاوش النقل، وبالتالي كنسببوا بان الفتيات كيتوقفوا ايضا فتيان، علما بان الاسر دابا مع هذا الشيء ديال التضخم وهذا الشيء الغلاء واحد العدد كبير منهم شدوا ولادو عنده لان ما صافي ما بقاش عنده كيشوف بانه ما عندوش ما كاينش مخاطب ما كاينش اللي تصنتلي. لذلك فالحكومه يجب ما تبقى لها ولم يبقى لها الكثير ان تعكف على هذا المحور ديال التعليم اللي هو واحد المحور اجتماعي، وهي كتقول بانها غتدعم ركائز الدول الاجتماعيه وتوفر الدخول المدرسي القادم جميع المستلزمات ديالو سواء من موارد البشريه او لوجيستيك او بنيات او ايضا المناهج التقرير ديال مجلس المنافسه بين بان المناهج والكتب المدرسيه راه تجوزت، وبالتالي لابد من اعاده النظر فيها وان كيفهم مع ما نعيشه حاليا من رقمنه ومن الذكاء الاصطناعي اللي احنا مازال كاع ما ركبنا حتى القطار ولو الباطي، فما بالك بالقطار السريع لان هذا الموضوع ما كينتظرش، والحكومه عليها ان تضع ايضا استراتيجيه في هذا الموضوع ديال الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لان التعليم الى دخل الذكاء الاصطناعي غنحلوا واحد العدد كبير ديال المشاكل ديال التعلمات وديال البيداغوجيه وديال ايضا اكتساب المعارف، وغادي نسهلوا حتى الماموريه ديال الاستاذ بالعكس واش غادي نزيدوا بالقدام لهذا المجال. لذلك فالهدر المدرسي عنده عوامل كثيره، ونتاسف لكون الحكومه قد استهترت به واستخفت به وساهمت في ان يكون الهدر المدرسي في تصاعد وليس في نقصان كما وعدت حسب البرنامج ديالها اللي هو الثلث. فينا هو الثلث؟ انها خصها تنقص بالثلث وفوق 2026. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.